ومعنا النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد عقيل الفتلاوي عبر الهاتف. بداية مرحبا بكم في نشرة الثالثة. يعني هل انتهى الخلاف بين السيد المالكي والسيد الصدر بشكل نهائي نوعا ما؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة رشيد. اهلا وسهلا. اهلا بكم. الحقيقة هو اصل الخلاف لا ليس خلافا شخصيا، وانما هو اختلاف بوجهات النظر في قيادة الدولة. واقعا لا يوجد خلاف شخصي حقيقي بين السيدين مقتدى الصدر والسيد المالكي. الآن وجهات النظر تقاربت بعد مبادرة السيد الصدر، وأعتقد أن يعني قد ذاب الجليد، وإن شاء الله نحن متوجهين إلى تكوين الكتلة الأكبر في البيت الشيعي، وهذا الأمر طبعا فك أزمة الانسداد السياسي التي كان يخشى. من هي الجهة السياسي. من هي الجهة التي كانت الوسيط في يعني إنهاء الخلافات وإذابة الجليد بين السيد الصدر والمالكي؟ الحقيقة هنا طبعا يعني لا أدري تعلم أو لا تعلم أن المفاوضات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لم تتوقف منذ انتهاء الانتخابات وإلى الآن. أنا أتحدث عن المالكي وسيد الصدر وليس الكتل. لا بين السيد المالكي وسيد الصدر بشكل شخصي التقوا لقاء واحد، لكن على مستوى التفاوض موجود بين وفدي الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، فضلا عن أن هناك تدخلات حوزوية وتدخلات عشائرية تدخلات سياسية وحتى إقليمية. هذا الأمر دفع باتجاه حلحلة الموضوع، وطبعا كلاهما السيد الصدر والسيد المالكي ينظران إلى العراق بأنه يعني عملية الانسداد ستؤدي إلى كثير من المشاكل التي لا يعاني منها إلا المواطن البسيط. هذا الأمر طبعا يعني استبشر به الناس خيرا، والأمور تسير باتجاه جيد، ونحن بطريقنا لفك هذا الانسداد السياسي. طيب هل تستطيع أستاذ عقيل أن تؤكد لنا المعلومات التي تحدثت عن وساطة إيرانية وأخرى من النجف، يعني حول الاتصال الذي حصل بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون السيد المالكي؟ أخي العزيز، قضية الانسداد السياسي تؤثر حتى على مستوى الدول الكبرى، وليس فقط الدول الإقليمية وليس فقط النجف، ولذلك فالكل تدخل بهذا الأمر. الكل تدخل بحلحلة، كل من يحب العراق تدخل بأن تحل هذه الأزمة، ولذلك فلا نستبعد بل ونؤكد بأن كل الوساطات هي واردة وموجودة، لا سيما لمن يحب العراق ولمن يريد الخير للعراق. طيب أريد أن أسألك سيد عقيل، لماذا اشترط السيد المالكي من خلال الاتصال الهاتفي تشكيل الكتلة النيابية الأكبر قبل الاتفاق النهائي على ترشيح يعني مرشح رئيس مجلس الوزراء السيد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة؟ شعور السيد المالكي بأن ضرورة أن يكون البيت الشيعي حاضرا باستحقاقه بترشيح رئيس الوزراء، هذا الأمر هو الدعوة الحقيقية لأن تشكل الكتلة الأكبر ويطمئن على تشكيل الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر هي ضرورة مهمة جدا، لأن الكتلة الأكبر هي التي تسمي رئيس الوزراء، كما الأخوة في البيت السني قد رشحوا رئيس البرلمان، والبيت الشيعي الآن هم بصدد ترشيح رئيس جمهورية. البيت الشيعي حريص على أن يحافظ على استحقاقه، واستحقاقه يأتي من الاتفاق على الكتلة الأكبر. قبل قليل تحدثنا مع السيد الدكتور مناف الموسوي يعني في لقاء عبر شاشة الرشيد، وتحدث بأنه التحالف الثلاثي لا يحتاج إلى الإطار لتشكيل الحكومة القادمة، بمفرده يستطيع أن يتحكم بالأغلبية. يعني ما هو موقفكم من هذا الموضوع؟ نحن نعتبر هذه التصريحات يعني قد عفى عليها الزمن وانتهت. نحن بصدد وجه جديد وورقة جديدة وصفحة جديدة من تاريخ العراق، لا داعي للمهاترات ولا داعي لحسابات الأرقام بالوقت الحاضر بعد الاتفاق الحاصل بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. لا أريد أن أؤكد لك بأن الإطار التنسيقي قادر على أن يكسر النصاب من خلال الثلث المعطل، وكذلك لا أريد أن يعني أذهب بعيدا باتجاه تحديات سياسية لا معنى لها أمام هذا التوافق الحاصل إن شاء الله.
طيب يعني هل السيد الجعفر الصدر المرشح الوحيد لتسلم رئاسة الحكومة أم لدى الإطار أيضا مرشحين ينافسون السيد الجعفر؟ لا زالت هنا يعني التفاوض والمفاوضات قائمة، والسيد جعفر الصدر هو أحد المرشحين وربما يكون هو المرشح الأقوى، ولكن ما دام الاتفاق قد حصل بين كتلتي الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية فالاتفاق على مرشح رئيس وزراء سيكون سلسا وسهلا ويعني لا داعي للقلق بهذا التوجه. طيب سيد عقيل الفتلاوي النائب عن ائتلاف دولة القانون حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الثالثة.